اهلا 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 بحضراتكم وكل الترحيب كل الترحيب من العقل والقلب معا الحقيقه بدكتور علي الدين هلال استاذ العلوم السياسيه الشهير المعروف احد اروع واكبر العقول السياسيه في منطقه الشرق الاوسط بل هذا الرجل الذي يؤخذ عنه في كثير من دول العالم مش بس في منطقتنا منورنا يا دكتور متشكر قوي 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 ربنا يخليك انا بتشرف ان اكون معاك وفي القناه الاولى ده شرف ليا انا تيش. دكتور علي عايز يمكن هبدا الاول اذا سمحت لي بسؤال عام استهلالا نعم كيف يرى دكتور علي الدين هلال عام 2024 من المنظور السياسي شوف سنه يعني تفجرت فيها تتصاعد فيها أحداث وحروب وصراعات أغلبها بدأ في أعوام 22 و23 يعني وفي وسط هذه الأحداث العالمية الكبرى نقول مثلا الحرب الأوكرانية الروسية نقول ازدياد موازنات الدفاع في أوروبا واليابان واستراليا نقول التنافس الاستراتيجي بين الصين والولايات المتحدة الأمريكية أمريكا نقول مثلا استمرار العلاقات الاستراتيجية بين الصين وروسيا إنما الشرق الأوسط يعني له حظ الأسد في المشكلات يعني لما نبص كده النهاردة بشكل سريع جدا الحروب والصراعات الموجودة عندنا حرب متفجرة في قطاع غزة والضفة الغربية وأنا بتعمد أقول قطاع غزة والضفة الغربية أشوف صراع في سوريا والعراق اللي يطلق منهم صواريخ أو طائرات مسيرة ضد القواعد الأمريكية في تصريح النهاردة 80 جندي وضابط أمريكي أصيبوا بجراح من جراء هذه طب رد الفعل كان إيه؟ قيام أمريكا بإطلاق صواريخ على عدد من القواعد العسكرية في بغداد بعدين عندنا نشوف بقى حضرتك داخلية في الشرق الأوسط هتجد حضرتك قيام إيران بضرب باكستان ورد باكستان عليها ورغبة الطرفين في لملمة الموضوع بأسرع وقت وأعيدت العلاقات الدبلوماسية بعد أن هم كانوا قطعوها من جانب باكستان سحبت السفير من عدة أيام إيران بتضرب أربيل بدعوة إنها بتضرب مركز تجسس إسرائيل وبين العراق يحصل فيها تغير غريب جدا يعني أول وتاني يوم العراق تتقدم بشكوى الحكومة العراقية تتقدم بشكوى إلى مجلس الأمن ضد إيران يعني أن ما حدث هو اعتداء على السيادة العراقية بعدها يحدث تراجع في الخطاب السياسي العراقي ونجد امبارح وزير الدفاع ولا يقول لا وزير لا توجد مشكلة لا يمكن حلها بالمفاوضات بينه وبين إيران تركيا بتضرب عسكريا في العراق وفي سوريا بعد كده نبص على إسرائيل ومش بس الضفة الغربية وغزة لبنان جنوب لبنان وسوريا وفي الأسبوع الأخير سياسة الاغتيالات المنظمة ويعني طبعا عايز أقول واضح إن في خرق أمني كبير عند إيران سواء إيران في عند حزب الله أو إيران في دمشق لأنه واضح أن إسرائيل بيبقى عندها
معلومة. يعني امبارح بتضرب سيارة ماشية بتضربها، أو في وسط شارع بحاله مبنى معين يطلع عليه 8 صواريخ يهدوا المبنى. فإذا هو مش ضرب كده عشوائي، وبتكتشف بعد كده إنه المبنى ده كان فيه ناس معينين، أو السيارة دي كان فيها ناس معينين، أو لما ضرب الشيخ صالح نائب رئيس الدائرة السياسية الحماس، هي عمارة، الصاروخ رشق في شقة معينة. فلما اشوف الصورة يا أستاذ يوسف، العمارة قائمة زي ما هي. ده استهداف مباشر مش عشوائي. مش عشوائي، ده مبني على معلومات دقيقة. وأعتقد يعني ده موضوع لابد الأجهزة المسؤولة في، سواء في حزب الله، في إيران، في بتشوف إيه اللي حصل يعني إزاي. لأنه طبعا الناس اللي بيستهدفوا دول عاملين إجراءات أمنية مشددة، أو مفروض. نيجي ننقل حضرتك بقى على الجنوب في البحر الأحمر، واللي الحوثيين بيعملوه وردود الفعل المختلفة، وإن إعلان أمريكا الحوثيين جماعة إرهابية، منطقة تتلاحق فيها الأحداث، تكثر فيها الأزمات، وحتى الآن بتتصاعد بشكل بطيء، إنما إمكانية أنها تتدحرج إلى حرب إقليمية قائم. كل القوى الإقليمية بتتحاشاه باستثناء إسرائيل. إسرائيل هي التي تريد أن تحدث حرب إقليمية، تذهب في اتجاه التصعيد المستمر. التصعيد المستمر. إيران وحزب الله يعني لغاية دلوقتي كذا مرة إيران تقول وسوف نرد في الوقت المناسب. الشيخ حسن نصر الله لا، كلامه منضبط جدا، ويقول لن نكون البادئين بحرب شاملة، لن نكون البادئين بكذا، وبعدين يقول بقى وأما إذا اختار الطرف الآخر فنحن مستعدون. فيعني تخش بقى بقى حاجات كده في وسط السكة، مش عارف إثيوبيا تعمل اتفاقية مع أرض إقليم الصومال وتعمل دربكة، شوية توتر. طب مصر بتتعامل معاه؟ يمكن محدش خد باله إن من يوم ما بلينكن جه مصر هنا الوزير سامح شكري ما كانش موجود، كان في إريتريا. صح. من غير بقى، مش غير ذكاء، من غير معلومات، كان لابد بيناقش، بيطوروا موقف مشترك إلى آخره. ثم زيارة رئيس الصومال إلى مصر، وحديث الرئيس الواضح يعني، والرئيس يعني كان يعني كلامه برضو منضبط، يعني لم يترك أولا كلام مصر لا تسعى لا لتهديد حد ولا لتخويف حد، نحن نسعى للتعاون مع كل الناس، وفي نفس الوقت لن تسمح بأي شكل من أشكال، لن نسمح بأي شكل من أشكال كذا. لما قال بقى بنطور علاقاتنا مع الصومال الشقيق في الموضوعات الاقتصادية والسياسية والأمنية والعسكرية بس، خلاص لا لا يعني ما تركش ده غامض، اقتصادي سياسي أمني عسكري. وبعدين بقى قال كده حاجة بقى تترك إن قال ما نقدرش نقف صامتين إنما يطلب منا. فده معناه إن الرئيس الصومالي، دولة الصومال، طلبت من مصر دعم ومساندة. ما أعتقدش بقى إن إحنا وظيفتنا نتكلم على أي أشكال هذه المساعدة أو المساندة. إحنا نسينا نتكلم، أنت قلت لي في الأول السودان. والسودان برضو منطقة صراع ممتد. الشيء الجديد إنه يعني كده آخر أسبوعين ثلاثة يعني هناك طرح لرئيس قوات الردع الدعم السريع عثمان محمد دقلو، طرح شخصية سياسية إقليمية. فبنجد إنه عمل زيارات لعدد من دول إفريقية، وراح لإثيوبيا،
اجتمع مع هناك مع وفد من رؤساء الأحزاب السودانية وعلى رأسهم رئيس الوزراء السوداني السابق يعني، وبتكلموا وطارح نفسه كرجل سلام. بعد كده كنت بشوف له من امبارح حوار طويل على قناة سكاي نيوز عربية وطارح لا في بيعد كأنه شخصية، مش بس شخصية عسكرية أو رجل ميليشيات أو كده، شخصية سياسية لها آراء سياسية وهيبقى شريك في مستقبل السودان. طبعا إلى جانب بقى المشاكل المزمنة بقى الـ يعني إن عندك خلاف مغربي جزائري بوليزاريو، عندك طبعا ليبيا حالة عدم استقرار، حالة عدم استقرار. فمنطقة حبلى بالأزمات والصراعات والحروب. طيب أنا هستأذن حضرتك يا دكتور، هطلع لفاصل قصير وهرجع ب يمكن مصطلح حضرتك استخدمته قبل ما ادخل الحلقة على طول، قلت هذه الصراعات تدار. طيب عايز أشوف أنا آسف أفهم كيفية إدارة هذه الصراعات حتى لا تتطور كرة الثلج فتذهب إلى حرب إقليمية شاملة، ولا أعتقد أنه حد يريد ذلك من الإقليم، ويمكن زي ما قال دكتور علي الدين هلال سوى الكيان الصهيوني في الأرض المحتلة إسرائيل. استنونا بعد الفاصل. كل الترحيب بأستاذ الأساتذة، أستاذنا الأستاذ الدكتور علي الدين هلال أستاذ العلوم السياسية، وهرجع على يمكن بالتحديد في الصراع اللي بواقعية أحداثه بيفرض نفسه على المشهد العالمي، ألا وهو الصراع الصهيوني أو العربي الصهيوني في المنطقة، وتحديدا هذه الجولة الأخيرة واللي بدأت من يوم 7 أكتوبر 2023 وحتى هذه اللحظة. هاخد ده وكأنه مدخل لكيفية إدارة الصراعات في المنطقة حتى لا يتحول الأمر لحرب إقليمية شاملة. شوف، أي صراع في الدنيا وبالذات في المرحلة الحالية له أطراف داخلية مباشرة، هنقول مثلا في الحالة بتاعتنا دي إسرائيل، الحكومة الإسرائيلية وحركة المقاومة الفلسطينية. حلو. في أطراف إقليمية مساندة لهذا الطرف أو ذاك، ثم في أطراف دولية ممكن يبقى ليها هي الدور المتحكم. ليه بقول كده؟ يعني ناخد أي صراع، لو كان صراع عسكري في فلوس، في ذخائر، في سلاح. يعني حد يقول لي الحرب اللي في السودان من يوم 15 إبريل 2023، مين بيدفع مرتبات الجنود على الطرفين؟ الذخائر. إذن هي مش بس صراع بين أطراف داخلية، في أطراف إقليمية ودولية بتزود. إسرائيل ما كان يمكن لها أن تستمر في الحرب لولا ذخائر وأسلحة. طبعا نفس الشيء أوكرانيا. إذا أنت عندك أطراف بيبقى لها مصلحة في استمرار الصراع. عشان كده بيتقال إنه يعني إسرائيل تدير الصراع ولا تسعى لحل الصراع. حل الصراع معناه البحث عن حلول سياسية مقبولة لأطرافه. بعدين نفتكر كلنا أستاذ يوسف إنه إحنا من سنة 1917 في هذا الحرب يعني كان فيه ثورة البراق، كل حوادث واضطرابات البراق 28، عندنا ثورة 36، عندنا حرب 47-48، عندنا بقى نضال الفلسطينيين على مدى السنين دي كلها. أهو دي إدارة الصراع، إنك تحصل انفجار، عندك الانتفاضة الأولى، الانتفاضة الثانية، تعمل إجراءات تهدئة وتطمين
لكن مش إجراءات حل. الحل هو إعطاء الحقوق القومية المشروعة للفلسطينيين، اللي هي دلوقتي بتعبير الأمم المتحدة إقامة الدولة الفلسطينية على حدود المحتلة من يونيو 67 في غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية. في ده يعني السياسة هي اللي توفر الأمن. عمر ما الانتصار العسكري في حد ذاته أو القوة العسكرية لوحدها توفر الأمن. يعني في التعريف القديم قوي الحرب هي استمرار للسياسة والدبلوماسية، ولكن بطرق أخرى. الحرب لا تشن كهدف في حد ذاته، إنما الحرب تشن لخلق مناخ سياسي يسمح بالحل. فالحرب هي المدخل للتفاوض. مظبوط كده. والحرب إذا اتفهمت زي حرب 73 غيرت المعادلة العسكرية والمعادلة السياسية والمعادلة النفسية، سمحت للأطراف مع وجود وسطاء إن هم يقعدوا يتكلموا يتفاوضوا يوصلوا لحل. يعني يمكن الشيء الإيجابي الرئيسي مما حدث في الأحداث الأخيرة دي، طبعا في أشياء إيجابية كثيرة وفي أشياء مأساوية كثيرة، لكن الشيء الإيجابي مثلا أولا قدرة المقاومة على الصمود. النهاردة احنا اليوم 106 107 وحتى النهاردة رشقات صاروخية من قطاع غزة، وحتى الآن حتى في الشمال التي ادعت إسرائيل أنها سيطرت عليه ما زال هناك أعمال مقاومة. والنهاردة يعني اتقال إسرائيل هتسحب بعض جيوشها، إسرائيل دخلت المرحلة الثالثة اللي هتخف في حدة القتال، ما حصلش، بل بالعكس النهاردة برضو كان في تصريح لوزير الدفاع بتاعهم إن هتشتد الغارات الجوية في خان يونس. فالإيجابية الثانية الجبارة إعادة قضية فلسطين على جدول أعمال العرب والعالم. طب هل يا دكتور أقدر أوصف هذه الحرب الدائرة حاليا بأنها حرب اللا خاسر اللا رابح اللا مهزوم اللا منتصر؟ الأرجح تنتهي بهذا الشكل. يعني بتعرف ده تعبير عند اللبنانيين، يعني لا 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 كاسب ولا مهزوم، يعني واللي هو يتقال بالإنجليزي سامح لك وين وين. يعني عايز أخرج. ما هو لما تحصل حرب وطرف ينتصر على الطرف الثاني باكتساح، المنتصر في هذه الحالة لم يعد لديه سبب للتفاوض، أو إذا تفاوض متبقاش مفاوضة، هي فرض شروط الاستسلام. ده اللي حدث بين أمريكا وألمانيا وبين أمريكا واليابان سنة 45، زي ما حصل في نهاية الحرب العالمية الأولى. مظبوط كده، إن هو أملوا شروطهم على ألمانيا. بالظبط كده، وعلى الدولة العثمانية وفككوها وبهدلوها يعني، وعلى الإمبراطورية النمساوية المجرية إلى آخره. فدي أنا عايز أقول بقى حاجة، لما أنت بتملي شروطك إذا لم تكن شروطا عادلة أنت بتضع البذور للحرب القادمة، وده اللي حصل. هتلر ما جاش الحكم انقلاب، هتلر جاء في انتخابات شعبية حرة عام 1933 حتى أصبح مستشار ألماني. مظبوط كده، خلاص بقى لما وصل للحكم راح حارق البرلمان وكذا 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 وكذا. إنما أنت لم إملاء الشروط هو غرس للكراهية وللحقد لدى الأجيال الجديدة، وده اللي حصل على مدى التاريخ. ما أنت إسرائيل بعيدة انتصرت في حرب 47-48 لأسباب مش هنخش في تفاصيلها، إنما انتصرت وفرضت وجودها وتوسعت في الأراضي اللي كانت مخصصة لها. كان مخصص لها يا أستاذ يوسف حسب قرار التقسيم حوالي 54% من أرض فلسطين. الحرب انتهت وهي مسيطرة على 78% من أرض فلسطين. يعني انتصرت، مفيش كلام في هذا، أصبح في فرض أمر واقع ودخلت الأمم المتحدة إلى آخره.
طب هل أدى هذا إلى انتهاء الصراع؟ لا، الصراع خمد. بعد كده مجموعة فلسطين كانوا عايشين في الكويت بدأوا يتكلموا على إنشاء فتح. وفي سنة 66 67 68 بعد الحرب 67 ظهرت فتح وعملت أول عملية كبيرة لها كانت الكرامة. لما رفعوا علم فلسطين على إحدى الأماكن. طب أخمدتها أو سكتت، طب حصل إيه بعد كده؟ حصل حرب 73، حصل بعد كده الانتفاضات المختلفة. يعني لا يمكن للجيوش أن تفرض سلاما غير عادل. طيب هروح للفصل الأخير وهرجع مرة تانية، لأنه هنا ده بقى اللي هياخدني. إذ لم ينتهي الصراع وتمت إدارته، هل ده من شأنه أنه يخمد الصراعات الأخرى في المنطقة؟ يعني كان زمان يتقال لنا أنه هذا الصراع هو البؤرة الرئيسية لاشتعال كل أشكال الحروب والنزاعات الموجودة في المنطقة، فلو أخمد هذا الصراع أو تمت إدارته بشكل أكثر حكمة، هل ده هيهدي المنطقة ولا تظل المنطقة طول الوقت على حافة هوية، يعني مدفوعة دفعا على هوية زي ما هو حصل في السودان، حصل في سوريا، حصل الآن في اليمن، حصل في ليبيا إلى آخره. فاصل ونكمل الكلام. وصدماني عطية مخرجنا العظيم بأن فاضل لي 6 دقائق، فهستثمرهم الاستثمار الأمثل. هبدأ بالسؤال اللي كنت بقوله فورا يا فندم قبل الفاصل، ألا وهو هل إدارة هذا الصراع حتى يصل إلى شكل من أشكال الهدوء النسبي من شأنه أنه يخمد صراعات أخرى في المنطقة أو يهدئ أيضا من الصراعات الموجودة في المنطقة؟ باليقين نعم، لأنه الصراع دوت أولا له قيمة، الصراع الفلسطيني الإسرائيلي. يعني ايه الفرق بينه مثلا السودان او اي حاجه تانية؟ ان اولا له قيمه تاريخيه، اجيال كامله من العرب والمسلمين نشأوا على ان التعبير الاثير القضيه الفلسطينيه هي القضيه المركزيه الى اخره والقضيه الرئيسيه. اتنين المسجد الاقصى ففيها رمزيه دينيه حول الصلاه والاشياء الى هذا القبيل. طبعا إيه لما بتشتعل هذه القضية بيحصل تدخلات، أولا بيتيح لإيران فرصة دور أكبر في كل شؤون المنطقة، ثم الأحزاب والحركات المدعمة لإيران، حزب الله، القوات الحشد إلى آخره، في الوضع في سوريا، الوضع في اليمن، كل دول بياخدوا مساحة أكبر من الجغرافيا السياسية ومن الجيوبوليتكس المنطقه للاضرار اللي بيعملوها. اذا تشتعل صراعات جانبيه بدعوى مسانده القضيه الفلسطينيه. لما تبقى هذه القضيه في طريقها الى الحل، وانا قلت الحل الوحيد حل سياسي الاعتراف بحق الفلسطينيين في اقامه دولتهم، ومن حقنا جميعا ان احنا نضمن إن إسرائيل وفلسطين بيعيشوا في سلام، إن لا تشكل أي من الدولتين خطر أو تهديد عليهم. الكلام بتاع إسرائيل، كلام نتنياهو إن لابد من السيطرة الأمنية الكاملة على الضفة الغربية وغزة، كلام غير مقبول، كلام يؤدي إلى استمرار الصراع. تهدئة الصراع يكون في التعايش، السلام العادل. ألا يوجد مستقبل لهدنة ولو قصيرة ما بين الطرفين؟ لا، في الأجل القصير لا. يعني هو النهاردة برضو أو امبارح نتنياهو أعلن نرفض شروط حماس للهدنة أو لوقت الأخير معاش. ليه بقى؟ أنا مش عايز أقول هدواتي حماس تعلم هو الإسرائيليين بيقولوا إيه؟ طلعوا لنا الناس اللي عندكم. حماس تعلم ان هي لو افرجت عن كل الناس اللي عندها هيتم دك غزه، دك غزه باللي فيها باللي فوق باللي تحت الى اخره، وان اسرائيل لا تمارس كل اساليب العنف بتاعتها خوفا على حياه الناس دول، ورغم هذا قتلوا بعضهم
عن طريق الخطأ أو عن طريق التهور لبعض الجنود أو شيء من هذا القبيل. ف يعني الموضوع تشابك دلوقتي في تفاصيل كتيرة بقى، لكن الإجابة على سؤال حضرتك واللي يدل على هذا، كان في وساطة مصرية قطرية، كان في جهود قطرية مستقلة وفي جهود مصرية مستقلة، كلها بتوصل لنقطة بتقف. يعني المساحة النهاردة بين حماس وإسرائيل بقت واسعة جدا، إن في الحقيقة الوسيط لازم يشتغل على حد أدنى من المصالح المشتركة بين الطرفين. يعني الهدنة الأولى كان في مصلحة لحماس فيها وفي مصلحة لإسرائيل فيها، ده الأصول والمصالح المشتركة. ومن ثم الوسيط يقدر يبني، الوسيط يروح يتكلم معاك ويسمعك كويس، يروح يتكلم الطرف الثاني ويسمعه كويس، من السماع كويس ده يقول ادي مساحة مشتركة صحيح، ويبدأ يشتغل عليها ويوسعها ويطمن ده ويطمن ده، لأن طبعا لا توجد ثقة بأي شكل من الأشكال أكيد. فبرضه فكرة بناء الثقة بالحد الأدنى اللي يسمح به التعاون في قضايا معينة، زي اللي حصل مؤخرا في صفقة كانت قطر وفرنسا عملتها بشأن الدواء، توصيل الدواء للإسرائيل للجنود المحتجزين مقابل كميات من الدواء تخش قطاع غزة ككله. البحث عن مشتركة. القواسم المشتركة، المصالح المشتركة. دكتور الوقت اللي بينتهي، أنا بقى فعلا لو كان الوقت رجلا لقتلته وأنهيت حياته تماما، إلا أنه يعني أنا لا أستطيع وصف سعادتي ولا امتناني بقبول الدعوة. أشكرك جدا حضرتك قبلت دعوتنا واديت لنا وقتك وأخرناك وسهرناك يا دكتور، نورتني وشرفتني وأسعدتني وأفدتني بشكل مباشر وشخصي، كما أفدت بالتأكيد ملايين المشاهدين، ولعلها إضاءات لخلق مساحات مشتركة قد نستطيع بها إدارة الصراع الراهن وصولا إلى تهدئة المنطقة وحله. أشكرك جدا 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 دكتور علي، ألف شكر يا فندم. كل الشكر للدكتور علي الدين هلال أستاذ العلوم السياسية، أحد زي ما بقولك دايما أبرع العقول السياسية. دكتور علي الدين هلال لا يحتاج مني أي شهادة على الإطلاق أو إسهاب في الوصف، لأنه كلنا دائما ممتنين يعني لدكتور. ألف شكر ليك يا دكتور علي. وبالمناسبة دكتور علي ما يعرفش اللي أنا هقوله دلوقتي ده، أنا كنت بقول أنه لازم تراجعوا تجربة دكتور علي الدين هلال في مطلع التسعينيات عندما كان عميدا لكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، وكان في تجربة عظيمة أشرف وقام بها أو قام عليها الدكتور علي الدين هلال، وهي كانت مؤتمر اللي استضافته مصر ICPD سنة 1994. دكتور علي الدين هلال كان هو العقل الفاعل والحقيقي لاكتشاف مجموعة من الشبان، يعني ما أقولكوش على الأسماء، والله الأسماء دي النهاردة سفراء كبار ومستشارين تجاريين واقتصاديين كبار مليين العالم. أنا بس مش هينفع أقول الأسماء، ما يعني عشان ما استأذنتهمش ليس إلا، لكن كلنا بالمناسبة لدينا هذا الفخر إن إحنا تتلمذنا وتدربنا على يد الدكتور. كل شكر ليك يا فندم، ألف شكر. شكرا لحضرتك، شكرا ليكم على حسن المتابعة يا سادة كرام. آسف إن الوقت خلص، وكنا نتمنى نقعد مع دكتور علي الدين هلال أكتر من كده، حالا يكون موجود معانا كريم رمزي وبرنامجه رقم 10. أما إحنا لو كان لنا العمر إن شاء الله نقابلكم في نفس الميعاد وبرنامجكم التاسعة. سلامات.